كايسا بيك. بص الجيم ده كايسا بيرفكت فيه بيرفكت. بص بقى انا كده برضو اختيار يعني موفق قصاد كاسد. بص بيتحركوا مع بعض ازاي ريتد وماجد بالضبط، ويعرفوا انه دين موجود الان. دين في خطر، هذا الانجيج موجود، الهوك شوت فلاش من ماجد، ولكن ممكن ماجد هو اللي يكون في خطر. دريدج لاين موجود من جينز وبوت لين فريق ديفاين فانديتا هما الاولى للتحرك، ولكن الفيرست بلاد صلاح ماجد، هذا الدبل باف لبوت لين فريق ديفاين فانديتا. اكزيكور الان يبحث عن كيل الثاني، فلاش من قعلول دبل كيل بالنسبه لاكزيكور. الان هيل اوف بليدز بروكت مره اخرى، وفيفر ممكن نشوفوا تريبل كيل لاي دي كيري ديفاين فانديتا، لا يخلي الكيل لقعلول، وهذه ثلاث كيلات في ثلاث دقائق للفريق التونسي. البوت لين بتاع ديفاين فينداتا اتحركت الاول، وده كان كريتد في التوب سايد ريفر. دين كذلك موجود، ممكن مره اخرى اعاده الانجيج من ديو فريق انوبس جيمنج. سجواني وكامي ديو قوي جدا، هذا الاي ستان موجود على دين، ممكن يموت الان. يستان يستعمل بلاست كور، ولكن معاه ماجد مازال التكتيكال سويب بيعمل سلو. دين يستعمل سمايت يرجع شويه اتش بي، ولكن ما هي الا ثواني ويتيح دين على ايادي ماجد صراحه. بالضبط ريتد الان ينتظر ليفل 6 عنده الجليشر بريزن، ممكن يحاول يعمل جانك، ولكن جميل جدا من جينزو كذلك في الجانك موجود من دين. هل ممكن يتدخل ريتد الان؟ ذكروا انه ماجد من دون تيليبورت، وهذا قعلول ممكن ياخذ كيل الثاني في المباراه. والان دين ممكن اوفر ستيبنج نوعا ما، ولكن فيفر متاخر في هذا الروم. جميل جدا التحرك بين ثلاثه عناصر كده وكده. كل مهمه على اوريانا، واللي اخذ الكيل كاسل اثنين كنز قعلول. ذكراي جينزو الان ممكن يكون في خطر، هذا الاي وستان على جينزو الشوك ويف اوفر كيل من جانب داكراي، ولكن مش مشكل بيصفر باول كيل ليه في المباراه. 3 بس شوف دين بيدور على ميد جانك مره اخرى، دين يبحث على جانك اخر. نعرف انه اريانا من دون فلاني، فاذا يقتلها الان فستخسر كثير من الاكسبيرينس، ولكن متى يفعل دين؟ يستعمل الالتيميت في الوقت المناسب، هذا دامج عالي جدا على ريتد دبليو. سايد ستيب من دين، ريتد يضطر انه يستعمل الفلاش الان، وجينزو مره اخرى موجود في الميد. فريفت هيرد الان من جانجل وسبورت، وفي فورجيفر من جهه الاخرى بيقول لك انه المانميون والجينز، ولكن قبل هذا الكل في ال1 في 2 جميل جدا. الهكس التيميت والهوك شوت فلاش، والفلاش من ماجد في الوقت المناسب، ويمنع طريقه ذكيه في نفس الوقت يستغل ريتد انه ياخذ تنين الجبلي لصالح الفريق المصري من دون اي خطوره في مثل هذه المرحله. شوف انا هقول كلمه يمكن ما تعجبش ناس كتير، ثانيه واحده في انجيج خطوره بياخذ دامج. زيكور ممكن يكون في خطر، لو اتش بي داتورا، ولكن الكلينز فلاش في الوقت المناسب من زيكور، ولكن اعتقد انه يموت الان. وممكن داتورا بالميستيك شوت كيور. اي ما فيش احترام لريتد اللي كان موجود. كاسل هيبقى تانكي كفايه ان هو يسرفايف البيرست اللي هيطلع من كمية. زيكور ممكن سلو بالسولو بلاي، ولكن تجيب من قالوا هذه اكستيك التيميت، فوكس كله على زيكور. ننتظر التيميت دين، الفلاش من زيكور للدخول في هذه الالتيميت، ولكن داكراي ما زالت عنده شوك على ما اعتقد، ولكن مره اخرى انجيج من ماجد. الروم بريزن مس من جانب سجواني، ممكن فيفر يكون في خطر، هذه ترو شوت براج، ولكن داكراي قبل هذا الكل ياخذ كين على زيكور. الشوك ويف على جينز، ولكن دين من جهه الاخرى بيتل مازال لو اتش بي. فيفر دبل كيل لصالح جانجلر ديفاين فانديتا، وقعلول الان بيخلي ماجد لو اتش بي. اوفرول اعتقد فايت وورث بالنسبه لديفاين فان. قلت شو فايت بتقول لحد دلوقتي؟ احلى لامز ريسبايت لحد دلوقتي من كل الكندر بلايرز. انقذ زيكور. اوه الاوفر ستيبنج من دين، وهذا 2 في 2 قوي جدا ماجد وريتد. باستر سكيرس. لسه بقول. في كل الحالات يعني انت متخيل زيكور علشان يخش جوه اللامز ريسبايت عمل التيميت. عمل التيميت، يعني كايسا لدرجه دي كان ديسبرت ان هو يخش جوه اللامز ريسبايت. داتورا يعني بيلعب بالنور، هو بيلعب بعدد عمره. اوكي. جيج موجود من جارانس بابل فورس والإيجنايت، مستعمل انسيد سبيل بوك. اوكي. شوف. ثانكس ان 2020 يا شباب، ثانكس ان 2020. اوه فيفر، فيفر رايح مد، زيكور في خطر. اوكي سايد ستيب جميل جدا، ولكن زيكور مرة أخرى في وضعية صعبة. الفلاش كلينز جميل جدا، مازال موجود تشيس، هل عنده بالدمج الكافي لهذا الدايف؟ زيكور ممكن تريد الكيل، زيكور ياخذ الكيل على ريتد. صراحه لسه يعني مش بكامل قوتها، فدين محتاج. ما ينفعش تسيب الايدي كاري بتاعك لوحده، ما ينفعش تسيب الايدي كاري بتاعك لوحده في ميد لين بالذات. انه يعمل ريكول وياخذ ستينجر والبيكاكس. يا هو قوي. والان فريق ديفاين فانديتا ممكن تصير فايت مع نظيره المصري انوبس جيمنج. هذا الانجيج موجود من ماجد بالهوك شوت، هذه الاكس تك التيميتم موجود على اهم تارجت من جانب عناصر ديفاين فانديتا. الاكس تعمل الكيل الاكس تانك في الوقت المناسب، ماجد ياخذ الكيل الاول على زيكور، ما زال تشيس موجود على دين الان من اوريانا، هل قادر انه يستعمل الالتيميت في الوقت المناسب؟ دبل كيل بالنسبه لماجد، ولكن دين كايتنج الان وياخذ الكيل على اوريانا. الفلاش موجود من فيفر، السي سي تشين وراه داتورا بالاركين شيفت والميستيك شوت.
ثلاثة من ديفاين فانديتا ديد في هذه التيم فايت. مينوايل قعلول وقارا ما كانوش متواجدين في هذه الفايت. ده بارن كول بدري جدا. انوبس هل معهم الدامج كفاية؟ خلي بالك كاميل قوية جدا دلوقتي وازريل برضو قوي، خلص الستاكس على المورامانا بتاعته، ولكن قارا متواجد وقعلول عمل تليبورت هو كمان. هل اتنين من ديفاين فانديتا كفاية ان هم يوقفوا هذا البارن من انوبس؟ ممكن نشوفوا ألتيميت من جانب قارا، ممكن نشوفوا ستيل من قعلول. ان قارا عنده سمايت بلانسيت سبيل بوك. قارا هذا الفلاش ما كان موجود جانب ماجد. قارا بلانس تبابل فورس ستيل البارن ناشر بالسمايت. هذا توب ليدر وليس جانجلر، ولكن ريدة ان يخف كين على قارا وورث 1000% بالنسبة للفريق التونسي. 100% وورث لقارا وزيكور بكين اب كمان. جميلة جدا من زيكور، وممكن فيفر الان يموت. هذا ريفت وورك وسلو موجود من قعلول، جميلة جدا. نو مانا فيفر، نو فلاش، ما عنده ولا شيء، والان قعلول بياخذ الكيلينج سبري. مين وايل يتجه فريق انوبس جيمينج الى البوت سايد وهو دريك، ولكن ممكن الان فوكس دامج عالي من ماجد. دين ما عندوش الالتيميت، ممكن يموت الان. الرامبيج كيل ممكن يصير تشيس لين على جينز. شوف الدامج بالكيو. واو يا كميل. Just كميل things. Just كميل things. ولين أنوبس جيمينج حاول يعملوا فورس ممكن لتيم فايت في البوت سايد. هذا ريتد موجود في البوت لين، ممكن يصير انجيج أو لا. بوت لين تاور ديسترويد بالنسبة للفريق المصري. بيك بوينت هذا القصدين ومعه تليبورت راح طول على دراجن. دبل تي بي موجود من قارا ومن قعلول، ممكن يصير كونتيست الان على هذا التنين. هذه الوين كونديشن اعتقد بالنسبه لفريق انوبس الان، ممكن يصير الانجيج من قارا اللي عنده الالتيميت، ولكن هذا ستان كان موجود. جميل جدا نوك اب من جيز. الفوكس كله الان على فيفر، ولكن شوفوا ماجد في الباك لاين دامج عادي بيمحي الدين من التيم فايت، ولكن قعلول ماذا يفعل من وراء البيت في التنين؟ يحاول ياخذ الكيل هنا، ولكن زيكور كايتنج يحاول ياخذ الكيل على ماجد، ولكن مش قادر. تو كيز الان لفريق انوبس. قعلول بياخذ الكيل، ولكن الجامبر اخذ الالتيميت. قعلول وزيكور الان يحاول ياخذ الكيل ناب الكيل الثاني لزيكور، ولكن ريما مازال على قيد الحياه. فلاش من زيكور ياخذ الكيل على اوريانا، ويبقى ريدت الوحيد على قيد الحياه، ودبل كيل لزيكور. وقعلول كذلك معاه في هذه التيم فايت. واو زيكور قعلول يفوزوا بالتيم فايت. صالح الفريق التونسي ضبط هذا ترو شوت براج، ممكن يقتل زيكور والشت داون لداتورا. والان ماجد موجود في هذه تيم فايت. الهوك شوت دامج عالي جدا موجود على دين، ولكن يضطر يستعمل الالتيميت. البارن ما زال لو اتش بي، من سيأخذ البارن؟ الشوك ويف من داكراي ودين يسمايت البارن ناشر، وبالريفت والقعلول يسكيور الكيل على ماجد. 4/10 فريق ديفاين فانتسا باف مرحلة ثانية خالص، وداتورا اوت اوف بوزيشن. اوه قعلول اولت ورا اولت الان لو كول داون، ممكن داتورا يموت. جود لايك كيل لي قعلول. اصبروا 3 دقايق انوبس، لسه في فرصة للماونتن سول، بس ادي اعادة للتيم فايت اللي عند الدراجون بيت. ايه اللي حصل لكندريك؟ انا عايز اشوف اللي حصل لدين عشان هو اختفى. اختفى بمعنى الكلمة، الراجل كان فول اتش بي وماجد جه ومسحه من اللعبة. كان ستان، كان ستان من ليونا، وماجد عرف يعمل فولو اب سي سي تشين. بشوف هنا ماجد وقعلول عمالين بيلعبوا فاهم حوالين الحيطة، كل شوية ده يروح هنا ده يروح هنا، مش عارف يوصلوا لبعض. بس أول لما قعلول عرف يجيب أول كيل، بريزنس اوف مايند بروك. شوف المانا اللي عمالة ترجع لكاسا دينكور دوت بسبب بريزنس اوف مايند، هي دي اللي أنقذته. وزيكور لما عرف يعمل سكيور لهذه كل هو اللي خلاص ضمن التيم فايت لصالح فريق ديفاين فانديتا. وات ا كلين تيم فايت، تيم فايت قعلول ليفل 7/6 بهذا الكاسدن. صعب انك تخسر تيم فايت، ولكن شوف ماجد يحاول يعمل فلانك نوعا ما في هذه التيم فايت، ولكن سبوتد بالوارد. ممكن قعلول يحاول يعمل تشيس الان. هذا الانجيج موجود من قعلول سلو على ماجد مره اخرى. ريفت وولك هذا الفويت سيكا جميل جدا من زيكور، ممكن يخلع الكيل. وزيكور بيقتل ماجد، وامال الفريق التونسي الان بالبوش وانهاء المباراه ممكن تكون موجوده. ممكن يحاول يفورس الفايت. هذا قعلول يستعمل ريفت وولك اجريسفلي في البريس، كل مره بيخوفهم الان. مره اخرى ريفت وولك اجريسفلي موجود على ريتد قعلول، ممكن يعمل انجيج على ذاك رايب. يضطر يستعمل الزوليا الان. دريدج لاين ميست من جينز، ولكن تو مان نوك اب بالالتيميت. قارا تو كيلز لصالح ديفاين فانديتا الان، وريت الداتورا الوحيدين الان على قيد الحياه. هل ممكن ينهي المباراه الان الفريق التونسي؟ قعلول ممكن يريكول ويرجع بتي بي الان، ولكن دامج عالي جدا على التاور الاول بتاع نكسس. دريدج لاين جميل جدا من جينزو ويموت ريتد في هذه الفايت. ممكن تشيس القدر على الداتورا، ولكن ماجد على قيد الحياه. هل ممكن يفعل البطل المصري وينقذ فريقه؟ دامج عالي جدا قعلول انس ليجندري. زيكور من جهه اخرى يحاول يقتل الداتورا، ولكن اركين شيفت كافيه تقدر لحياته. ترو شوت براج جميلة جدا، لكن قعلول ريفت وورك اوت من هذه الفايت، وممكن فريق ديفاين فانديتا الان ينهي المباراة. الفلاش موجود من داتورا، ولكن مش قادر انه يدافع على فريقه، مش قادر انه يثبت نفسه في هذه المباراة. وفريق